فيك اللاعب ميرزربيك من أوزبكستان في الركن الأحمر، ودخول واثق في هذه المنافسة الخامسة في مجريات بطولة الأسيوية المقامة في دبي لفئة الرجال والسيدات دلهي دبي. محمد حسام الدين كما يأتي من دولة الهند اللاعب القوي محمد حسام الدين، لاعب قوي ومنافس قوي في وزن الديك. أوزبكستان ضد الهند، الأسياد في نهائي تقدمي أولي، لا زلنا في البطولات أو المنافسات الأولية لهذه البطولة. هذا اللقاء يا أعزائي المشاهدين يعتبر كنهائي مبكر. دولتين كبيرتين ومن أكثر الدول في آسيا تحقيقا للميداليات الذهبية، ومن أكثر الدول الصعود على المنصات الدولية في المحافل الدولية التي تجمع لاعبي الهواة في الملاكمة. الحكمة من بلغاريا تنتظر قرع الجرس وبداية الجولة الأولى. الحكمة من دولة رومانيا، وبداية قوية كما عودنا اللاعب الأعصر ساوث بو، اللاعب الهندي المتفوق الذي أبهرنا ليلة الأمس، اللاعب محمد عصام الدين. مجموعة من اللكبات القوية، اللاعب الأوزبكستاني يقول له صبرا، لا زال لدينا ثلاث جولات لنثبت الأفضل. الحكم وتنبيه شفهي برفع الرأس عاليا للاعب محمد نور الدين في الركن الأزرق. اللاعب الأوزبكي يلعب في وضعية الأرثوذكس، وضعية اليد اليمنى في أهبة الاستعداد للمجابهة الهندية الأوزبكية. لكمات قوية من لاعب الهند، اللاعب المتميز محمد نور الدين اللاعب الدولي. تضم هذه البطولة لاعبين دوليين وأولمبيين سترونهم في طوكيو. مجموعة من اللكمات القوية من محمد نور الدين من الركن الأزرق، وزوغان أو سكيب من الركن الأحمر. لقاء حماسي، لقاء قوي منذ الجولة الأولى، يظهر في الحرص من الركن الأحمر وأداء لكمات قوية من الركن الأزرق، ويبقى الفائز من تقدير القضاء وتنبيه شفوي للاعب الركن الأحمر الأوزبكي بعدم الصفع نو سلاب، يمنع ضرب ببطن القفاز لسلامة اللاعب. لكمات قوية من كلا اللاعبين وتنبيه شفوي بمنع نو سلابينج، وكمان الرجوع للخطوة للخلف عند أمر البريك أو الانفصال. في أمر البريك يطلب من اللاعب الرجوع خطوة إلى الوراء واستكمال اللعب من دون الرجوع للحكم. أما في حالة الستوب يجب على اللاعب التوقف مباشرة حسب قرار الحكم، ثم المتابعة من جديد أيضا عند سماح الحكم بأمر بوكس. مجموعة من اللكمات الأوزبكية التي تخطئ الهدف، وتنبيه شفوي للاعب الركن الأزرق بإبقاء الرأس عاليا. لكمات قوية من اللاعب الأوزبكي يمنى نحو الجذع ويطبعها اليسرى، واللاعب الهندي له بالمرصاد. حركة قوية، منافسة قوية، أسياد وآسيا في نهائي مبكر عبر قناة دبي الرياضية وقناة أبو ظبي، وعشر ثواني تفصلنا عن نهاية الجولة الأولى. مرة أخرى اللاعب الركن الأزرق ارفع رأسك عاليا وتوقف حيث انتهى الجولة الأولى مع فترة الراحة، ولنرى ما في جعبتي المدربين. المدرب الأرجنتيني لمنتخب الهند والمدرب الأوزبكي الأولمبي في الركن الأحمر. أوزبكستان
وهذا الآن المدرب الأرجنتيني يعطي النصائح للاعب الهند. انظروا إلى هذه العادة بالبطيء لمجموعة من اللكمات المؤداة بشكل فائق السرعة تعجز عنه العين البصرية. انظروا مجموعة من اللكمات المؤثرة للاعب الهند، يتبعها زوغان وسكيب من الركن الأحمر والعودة بلكمات مرتدة أيضا قوية من تشكند. نهاية الجولة الأولى وبداية الجولة الثانية لإضافة المزيد من الحماس على مجريات اللقاء، الحكم يعطي إشارة وقف مؤقت أو وقت مستقطع. في هذه الأثناء يترقب كلا الملاكمين في الهند وفي أوزبكستان، ونحن معهم نترقب اللقاء ونترقب معرفة الفائز في نهاية الجولة الثالثة. ولكن لا زال لدينا 9 دقائق من الإثارة والتشويق للحصول على النتيجة النهائية. لكمة قوية يسرى مستقيمة من اللاعب الهندي نحو اللاعب الأوزبكي في الركن الأحمر، لكمات جميلة وقوية يتبعها لكمات مرتدة من لاعب أوزبكستان. لاعب أوزبكستان يأتي الآن بهجوم كاسح، والتحاول من والمحاولة من الركن الأحمر بالتوجه يمينا وعكس عقارب الساعة للتفوق على الركن الأزرق ساوث بو. هذه النصائح، الخبرة الأوزبكية، رحمة جون المدرب الأوزبكي الأولمبي ذو الخبرة، أشار إلى لاعب الركن الأحمر بالتوجه عكس عقارب الساعة لملاقات الجذع والذقن الهندي الذي يصعب المنال منه. كما نرى أعزائي المشاهدين، الهند على المستوى الرجال والنساء من أفضل الدول الحالية في عالم الملاكمة. عرض ولا أروع، اللاعب الأوزبكي يتحين الفرص واللكمات المرتدة للسيطرة على هذا اللقاء على أرض الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا مدينة دبي عاصمة الرياضة. يمنع الاشتباك ويمنع الدوران ولا تمسك، هذا قرار الحكم الرومانية. ممنوع الصفع، نو سلابينج. يستكمل اللكمات القوية من اللاعب الهندي والرد عليها من أوزبكستان. لكمات نحو الجذع والصعود نحو الرأس من كلا اللاعبين. إعطاء إيقاف مؤقت لإعطاء تنبيه للركن الأزرق محمد نور الدين برفع رأسي عاليا عند الدقيقة الأولى والخمسون ثانية. مجموعة من التراكيب واللكمات والتكنيك والتكتيك يأتيكم من أسياد آسيا، أوزبكستان والهند، برعاية كلا الملاكمين الخبيرين في هذه النزال محمد من الهند وميرزار بيك من أوزبكستان. لكمة قوية يمنى من الركن الأحمر، مجموعة من اللكمات المؤثرة والقوية. اللاعب محمد نور الدين ولكمة قوية يسرى مستقيمة ويسرى نحو الجذع غير مؤثرة. يتوجب على كلا الملاكمين أداء مجموعة وخليط من اللكمات مختلفة الشدة متنوعة في الأداء التي تصل للهدف للنيل على استحسان القضاة. 10 ثوان أعزائي المشاهدين تفصلنا عن نهاية الجولة الثانية في هذا اللقاء الحماسي، وفعلا يقرع الجرس نهاية الجولة الثانية والراحة. تذكروا معي هذه الوجوه التي ستظهر في أولمبياد اليابان، المدرب الأوزبكي رحمة جان. يسمح لي اللاعب بحضور مدرب ومساعدين اثنين، قد يكون أحدهما كاتمان، ووظيفة الكاتمان هو السيطرة على أي نزيف أو أي إصابة تحدث في اللقاء، كما يعطي المساعدين النصائح لكلا اللاعبين بالإضافة للمدرب الذي يعطي الخيار التكنيكي والتكتيكي للسيطرة على المباراة. ما
مجموعة من الإعادة البطيئة للأحداث التي حصلت في الجولتين أو في الجولة السابقة الجولة الثانية. انظروا لهذه اللكمات القوية والتكنيك الرائع الذي يأتيكم برعاية أسياد آسيا الهند وأوزبكستان. تنبيه في بداية الجولة الثالثة من الحكمة الرومانية لكلا اللاعبين برفع الرأس عاليا وتجنب الاصطدام. تتحول الحكمة إلى الجزء المجابه لبطن كلا اللاعبين لئلا تخف في خلف اللاعبين ولا يتمكن لها ولا يتسنى لها رؤية مجموعة من اللكمات أو جزء منها. أمر أخير بالرجوع إلى الخلف عند الأمر بريك. لكمة قوية يمنى مستقيمة من اللاعب الأوزبكي، واللاعب الهندي لا زال في أوج اللياقة والاستعداد كما الجولة الأولى ما شاء الله. من سيكون الفائز في هذا اللقاء أعزائي المشاهدين من وجهة نظركم، ميرزاربيك أم حسام الدين من الهند؟ نتمنى التوفيق لكلا اللاعبين اللذين أمتعانا في ثلاث جولات قوية من النهائي المبكر. هناك إيقاف من الحكم، نزيف بسيط للاعب محمد نور الدين ويذهب إلى الدكتور وإيقاف الوقت المستقطع حيث يفحص الطبيب اللاعب محمد نور الدين. كل توفيق، ثواني قليلة تفصلنا عن نهاية الجولة الثالثة ويعطي الدكتور إشارة السماح باللعب مرة أخرى واستكمال الجولة الثالثة. وتنبيه شفوي من الحكمة تجنب اصطدام بالرأس وإبقاء الرأس عاليا. بقيت ثواني معدودة حتى نهاية الجولة الأولى. نحن في الدقيقة الأولى والخمسون ثانية من مجريات اللقاء الذي يجمع أوزبكستان والهند في وزن الديك. مجموعة من اللكمات القوية من محمد نور الدين التي يريد بها إثبات السيطرة والفوز وإقناع القضاة. زوغام اللاعب الأوزبكستاني بمهارة وبخبرة كبيرة ويحاول إصداء الكونتر أتاك. لكمة قوية يسرى من الركن الأزرق، لكمات متواصلة. اللاعب الأوزبكي قد أخرج مجمل لكماته وأكثر اللكمات وقد حيرته الماكينة الهندية. لكمة قوية يمنى باتجاه اللاعب الركن الأزرق وتنبيه شفهي من الحكم بمنع السلاب. نو سلاب. اللكمات من الركن الأزرق نحو الجذع ونحو الرأس كما عودنا منذ بداية الجولة الأولى بنفس القوة وبنفس الحماس والنشاط الذي يتطلب شهورا وسنين من التدريب الشاق ليمنع دفع اللاعب لسلامة اللاعبين. الحكمة لهم بالمرصاد، ممنوع التسديد أو ارتكاب الأخطاء المتعمدة أو غير المتعمدة. مجموعة من اللكمات من الركن الأحمر، تنبيه شفوي بإبقاء الرأس عاليا للركن الأزرق. 10 ثواني تفصلنا عن نهاية الجولة الثالثة والأخيرة لنعرف بعدها الذي استحق الفوز في هذه المنافسة القوية. في انتظار القرار المعلن من لجنة القضاء وحتى ذلك الحين نود أو نتمنى التوفيق لكلا اللاعبين، اللاعب محمد نور الدين من الهند واللاعب ميرزاربيك من أوزبكستان. إدارة جيدة للحكمة الرومانية. وفي انتظار القرار Ladies and gentlemen, the winner by split decision in the red corner representing Uzbekistan. بالتأكيد كان القرار صعبا، split decision لصالح ميرزاربيك من أوزبكستان في الركن الأحمر. كان القرار 4 قضاة من أقروا أن اللاعب الأوزبكي كان أفضل إلى قاض واحد أعطى الفوز إلى لاعب الهند
حظ أوفر للاعب محمد نور الدين. ونشكرك على الإمتاع في هذه الثلاث جولات التي بقيت فيها في نشاط وفي كامل العافية. كل الشكر للاعب الأوزبكي الذي استحق الفوز بالخبرة والمهارة، والمدربين الأولمبيين الذين يديرون اللقاءات بالخبرة. نعم، مجموعة من الإعادة من اللكمات السريعة والقوية ذات الكثافة والجودة من كلا اللاعبين. تحرك بشكل جيد لكلا اللاعبين وأداء لكمات تحمل ثقل الجسم تصل إلى هدفها. منافسة لم تكن أبدا بالسهلة، وأقر القضاء أن الفائز هو الأوزبكي ميرزوربيك.